$56,000. $65,000. لا ما مش هيكمل معايا. It's okay, no problem. أنا هكتب لك شيك. هو للأسف يا سليم بيه إحنا مش هنقدر نقبل الشيكات بتاعت حضرتك لأن كلها عليها رفض. ما مستوى البنوك نزل بقى زي مستوى الأوتيلات الغريبة دي. أوكي أنا هدفع بالكارت. هو بالنسبة بقى للكروت فالتلات كروت بتوع حضرتك كمان يعني موقوفين. إيه اللي زار؟ إيه اللي موقوفين؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ لا 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 أنا هتصل بالبنك وأشوف إيه المشكلة دي. مالو؟ أيه فاروق بيه؟ أهلا بيك. الله يخليك. أنا سليم بيه. أهلا الله يحفظك وزي صحتك والعائلة بخير. إيه حكاية الشيكات والكروت الموقوفة دي؟ انت فين يا سليم بيه؟ الشيكات بتاعت حضرتك ما بتتصرفش لانها بدون رصيد واحنا وقفنا التعامل بالكروت لان مديونيتك زادت جدا ده هيعمل لنا مشاكل. طبعا طبعا انا واثق انها غلطه يا سليم بيه. انت لو ما سددتش هتتعرض للمساءله واحتمال الحبس. الضرايب حاجزه على ممتلكات حضرتك وهتعلن افلاسك قريب. ان شاء الله ان شاء الله. اوكي هشوفك طبعا. انا حاليا هبعت لك شاب هنا من الاوتيل, شاب ظريف اسمه ايه؟ علاء. يا سليم اسمه علاء. يا ريت تديله $60,000 كاش. اديله ايه؟ اديله منين؟ الحساب 56 بس. انا عارف انها 56, في $4,000 بقشيش عشانك يا فندم. ثانك يو ثانك يو. باي باي. سليم بيه انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي على كرمك ده يعني. والله ما في كلام الواحد يقوله. ما تشكرنيش, عن واحد زي المفروض ما تديش اي تبس ولا اي بقشيش لاي حد هنا بعد المعامله دي. انما انت ذنبك ايه؟ انت موظف هنا وغلبان, تلاقي عندك ابن في الAOC, بنت في البي بي سي, وعايز تدفع لهم المصاريف. اتنين اتنين يا سليم بيه. ان شاء الله خير. طيب انا عايز الحق بقى عشان الحق الطياره. طياره؟ طياره ايه؟ الطياره انتظر, في صديق ليا جاي من باريس, عبدود. انا حاجز له هنا سويت عندكم, وسويت جنب سويتي, يعني افتح سويتي الاقي سويته, كل سويتاتنا مع بعضيها. اكيد اكيد حضرتك ما تعيلش هم اي شيء. طيب يا ريت بقى توصلني عشان احنا اتاخرنا. خليك اتفضل اتفضل. اتفضل. ثانك يو. ان شاء الله تكون معرفه خير. ان شاء الله. الهي يسعدك ويسترك ويكبر بخاطرك زي ما سترتنا. ده احنا كنا متبهدلين والله العظيم. اتبهدلنا اتبهدلنا. فضحتونا. بعدين ترقصوا شرقي وانت بالراجل. هنعمل ايه؟ ممكن يسرحكوا على الكورنيش ويخليكوا ترقصوا. خدتوا نقطة؟ لا القعدة ناشفة. كمان مفيش نقطة خالص. وانت بتقولي له بينا وبينك خدتوا نص. خدتوا نص ايه؟ ما خدتوا نص هتقع عليه هيموت. خليها دايما بيني وبينك 3.25 كيلو, يبقى في مسافة. ها؟ مرة الجاية قولوا اغاني فيها حماس. ماشي. شيل الواد من الأرض. ادي الواد لابوه. اي عيني الواد بالعيط. الواد عطشان يزقوه. الواد عطشان يزقوه. الواد كان سايب اللفه وعامل له زيطه وزفه. الواد بك منه حدافه منه جابها ابوه. انت حبه. احنا هنفضل ماشيين لحد امتى يا جماعه؟ انا رجلي فقفت من كتر المشي. انشف شويه يا بلسم باشا. خلينا ماشيين يمكن نلاقي متوى ولا مغاره نتوى فيها. هنلاقيها فين بقى؟ المتوى ولا المغارة دي عشان نتوه فيها؟ والنبي الله يسترك بقى بتعش تدق الهم وتنخله في وشنا كده هو. حاضر يا ستي. حلت وعجن الهم وحطه في بوقي. بقول يا جماعة استنوني دقيقة هروح أعمل حاجة واجي بسرعة. هتعمل إيه؟ هروح أفك حاجة واجي بسرعة. أيوة هتفك إيه يا بلسم باشا؟ فك فلوس يا فرج. أفك فلوس واجي بسرعة. فلوس اللي تفكها يا بلسم باشا؟ أنت بتشتغلنا يا سيدي. فرضنا اللي أنت فكيت فلوس, هجيب ايه بيها في المكان المقطوع ده؟ فرج هروح افك. انت بصلي ليه؟ خلاص روح يا عم, ربنا يفكها علينا كلنا. فهمت عشان انت غبي. فهمت ايه؟ طب انا غبي ليه؟ بلسم باشا بلسم باشا. وراح يعمل ايه؟ هكون راح يعمل ايه يعني؟ راح يعمل زي الناس. ايش حال ما ربنا مديك شخصيتين مش واحده يعني دماغين يا ناصح؟ طب ما كان يقول لي. الله, هو خايف على شعوري؟ مكسوف مني؟ مكسوف منك انت على اساس اللي انت واقف مع اشرف يعني. اشرف مين؟
لا ده انت بقى عندك فرج الطيب والشرير والغبي كمان. لا ده هو لسه القبيح بس ما ظهرش لسه. يا عتاب تعالي بسرعة. هو الواد ده اتجنن في عقله ولا ايه؟ انا مش هروح. لا ما تروحيش خليكي واقفة هنا. طب تعالى انت يا فرج. هو اي حاجة يا ابو الكباتن؟ ما تخلص فكة الحصرة اللي انت بتعملها دي. يا جماعة تعالوا هعمل لكم مفاجأة. مش هروح. يعني انا اللي رايح. يا جماعة تعالوا هوريكم حاجة ومش هتندموا. تيجي نروح نشوف ماله؟ والله بيني وبينك ممكن الموضوع يستاهل. ها ادينا جينا اهو يا بلسم باشا. كنت عايزنا في ايه بقى؟ لا مؤاخذه ايه دي؟ ايه يا جماعه في ايه؟ ملاحظين حاجه غريبه؟ مفيش حاجه لافته لنظركم؟ احنا شايفين حاجه من السور ده. انت بتتكلم جد؟ في صوره اهو حاجه بالرؤيه. انت عبيط يا ابني. عبيط ليه؟ انتوا متخلفين. انت بتشتمني لو انا فتحت بقي؟ مو عشان ما بتفتحيش بقك. اتكلمي صوري فكري. بصوا يا جماعه في سور في مباني وراه، يعني اكيد في ناس، يعني لو عدينا السور ده هنرجع بلدنا. سور ايه والنبي اللي هيعدينا يودينا بلدنا؟ هو سور مجرى العيون يعني؟ لا هو يمكن قصده ان الجزيره دخلت كردون مباني فصاحبها محاوطها بسور، ان ممكن المتر يغلى وسعرها يعلى. فيها بلسم باشا ايه اللي حصل؟ بالهداوه فهمنا. طيب انت الاول. حاضر. الله عليك يا بلسم باشا. شد يا بلسم باشا. طب ارفعني بقى شويه اكتر. ارفعني اكتر. حاضر. ايوه بس تقيل قوي يا باشا ليه كده؟ يلا يلا تعال تعال هاتي ايدك هاتي ايدك ما تخافيش. ايوه تعال اطلعي اطلعي. ايوه هننزل ازاي؟ انزلي انزلي ما تخافيش. حط رجلك هنا. استنى ما تخافيش. يلا ايوه تمام يلا هات ايدك. ماشي يلا. يا لهوي ساعده ساعده. يلا يا عم فرج. استنى اهو اهو. استنى يا عم. ده انت كيف حالتك بقى يا جماعه؟ وانا استهلع روحي. ده ايه المبنى دوت؟ معرفش ادينا بنكتشف اهو. انا مش عارفه ليه من ساعه ما جينا وانا قلبي مقبوض، حاسه ان المكان دوت ريحه مش حلو. ريحه مش حلو ايه؟ احنا مش جايين نأجر شقه هنا يا عتاب. خلي بالكم يا جماعه يعني نمشي بحذر كده لحسن اي حد يطلع لنا هنا يجري ورانا برضه. مش مش تعالى. ده المكان هص هص خالص. بقول لكم ايه؟ ايه؟ خشوا انتوا من هنا وانا اخش من هنا. خشوا شوفوا اي حد شوفوا اي حاجه. طب خلي بالك من نفسك. خافش يلا. ايه المبنى العجيب ده؟ ده شكله مدرسة ثانوي.
تفتكر مدرسة ثانوي بنين ولا بنات؟ هي فرع مدرسة ثانوي بنين ولا بنات يا حتاب؟ الله! بس مدرسة ازاي؟ فين الدكك؟ مفيش دكك، ده في سراير بس. كم مدرسة داخلي؟ يمكن. لقيت حاجة؟ لا، مفيش صريخ ابن يومين. طب هنعمل ايه؟ مكان شكله غريب قوي. ايوه فعلا، ده شكله المستوصف بتاع الجزيره اللي بيتعالج فيه سكان الجزيره. بقول لكم ايه؟ ايه؟ تعالوا نشوف المبنى ده فيه ايه. ماشي. بالراحه يا سعاده الباشا، ما تفردش صدرك قوي لا تلاقي طالقه فيه.